أهلا، معاكم سامي فرج من قناة سامي إف. المتابع عبد الرحمن الهاموري يسأل: هل نقدر نسحب أي أصوات من أي مجموعة ونحطها في مجموعة ثانية مثل العود تسحبه في الوتريات؟ طبعا الجواب ما تقدر، لكن تقدر تعمل باقة خاصة فيك أنت. كيف الباقة الخاصة فيك أنت؟ تختار أي مجموعة من هاي المجموعة، تختار صوت العود هذا مثال، تروح عند كلمة فايل، تطلع لك هذه الصفحة في كوبي، تعمل كوبي، تطلع لك ترجع على نفس الصفحة تعمل بعد كوبي مرة ثانية، ينتقل على طول عند صفحة اليوزر في فئة الأصوات. لاحظ يلامظ هني، ينتقل لوحده. المهم ترجع هني، تبغي تسيف الصوت على طول هني تقدر تسيفه، تعمل له كوبي هير، شوف في اليوزر. تبغي تحطه في اسم فايل او تسمي كل فايل باسم وتريات عود كمثال، نمسح هذا. زين، نرجع مرة ثانية عند العود نفس الصوت هذا، نختاره مثل ما قلت، تدعس على فايل، تعمل كوبي، يطلع لك الصفحة هاي، تدعس على كوبي مرة ثانية، ينتقل في اليوزر. لاحظ هني قبل ما تعمل الكوبي تي عند شيء اسمه نيو فايل. نيو فايل شو معناته؟ انك تعمل فايل باسم خاص فيك، بسميه مثلا سامي كمثال، تمسح سامي. بعد ما تخلص الاسم تضغط اوكي. لاحظ استوى عندك فايل في اليوزر باسم سامي، تفتح الفايل وبعدين تعمل الكوبي للصوت داخل الفايل. شوف الحين عندك استوى شو فايل، تضغط عليه تفتحه، الصوت اللي انت نقلته هني. تقدر تحط عود وتريات على كيفك ميكس. انزين، كيف تحصل على هذا؟ بعد ما تطلع اكزت تيجي عند فئة الاصوات، وين بتلقى الفايل اللي انت سويته؟ في اليوزر والاكسبنشن، هذا الزرار تضغط عليه يطلع لك شوف في اليوزر، هذول الاسم اللي احنا سيفناه الفايل، وعقب تختار الصوت وتلعب عليه بالاصوات اللي انت مخزنه. وصلت المعلومة؟ شكرا.